Il y a une question, est-ce qu'on peut lancer des procédures contre les généraux ou les rames en Europe, en France, en Espagne, à Chili, d'ailleurs, au Jazeera? Oui, mais ça n'aboutira pas. Quand la révolution gagnera, الثورة تنتصر، لازم الحراك يتحول إلى ثورة، والثورة تنتصر، في الحالة هذه الجزائر الحقيقية المستقلة الحقيقية تقدر تتابع هذا الناس، وتتابعهم على أساس ماذا؟ على أساس أن البرلمان الشرعي راح يصوت بقانون يسمح للجزائر تتابع هذا الناس في الخارج، ويسمح لسكون أبل لي فورس سبيسيال لي سيرفيس سبيسيو أنهم يتابعوا هذا الناس، لأنه نقدر في البرلمان نتاعنا لما يكون شرعي يصوت على القانون هذا. في الحالة هذه تولي عندنا الحق كيما الأمريكان عنده الحق اللي ضرب الجزائر كون يدخل الكرشمون نجبدوه وأي دولة كان فيها. كي يعود الرئيس شيفونا الوزراء وش يكونوا؟ بابي تواليت. الرئيس شيفونا الوزراء بابي تواليت. هادو ناس داو مناصب في حكومة غير شرعية، تحت رئيس غير شرعي، تحت انتخابات غير شرعية، تحت دولة غير شرعية، تحت قيادة أركان غير شرعية، تحت جنرالات غير شرعيين، لأن الدستور سقط يوم 9 جويلية. الكلب تاع قايد صالح هذاك بقرة الأركان وكاين غير شرعي، لأنه باش يكمل في المنصب نتاعو كان لازم عنده ان ديكري بريزيدونسيال، ما عندوش. شنقريحة فات سنة التقاعد ما عندوش ديكري بريزيدونسيال كي لو مانتيا اون بوست، دونك راه مخرج القانون العسكري، قال خارج قانون الخدمة في الجيش. لازم الشعب يفهم، هادو مطبوعة، هادو مجموعة كلاب متشردة، الشعب موش منظم برك. كون الشعب يتنظم غدوة وينعت لهم العين الحمراء هادو بكل يهبطوا السروال، كيما بن قرين تاعهم كاسمو ذاك المينيستر اللي هبطوا السروال في فرنسا بن قرين حميد قرين بكل زي حميد قرين هم خالعينكم برك. الشعب مازال ما فاقش باللي هو السبع وهذا الضبوعه، لازم الشعب يفيق، هو السبع هادو الضبوعة. لكن العيب على من؟ على بعض الناس اللي الشعب تاق فيهم، تاق فيهم علاه؟ لأنهم منذ سنوات يمارسوا نوعا ما في الأوبوزيسيون في المعارضة ويقولوا له سلمية سلمية. لكن هادو خاونا، لأن النظام الحالي ما يفهمش لغة السلمية السلمية اللي هي لغة حضارية، لأن هما غير متحضرين. انتو هما الزبل في الموند لأنكم خارج الإسلام وخارج الشريعة المحمدية. شعب كي الدنمارك يا كلب بن كلب، كنت دابور مينيستر كيما لي مينيستر تاع الدنمارك ومن بعد شرك فمك، ما نقولش حاجة أخرى. فهمني كان يوم كيسون كريبيا بوكو تمو ولاد بزاف جو مي سو دي جو في رابوزي با يفو رابوزي فو با يزيدي حنا واني وفير فوكو يا دي سون دي بورتيل ان الجيري بار اكزومبل لو سون عنتر جي با كومبري عاودي لا كيستيون باش نستوعبها. فوكو يا دي سون دي سونتر دو بورتور بار اكزومبل لو سون عنتر مي راك في اون بوليكراتور. أولا ماذا بيا نوضح حاجة أمر جد هام في شرف الموضوع هذا، تالمون طاح قدر الاستعلامات المخابرات ولا عنتر سونتر دو تورتور سي نورمال مادام كاين هذا البكبك على تاد دي سيرفيس سي نورمال. لكن عنتر على باز c'était un centre opérationnel de la direction du contre-espionnage. يعني مضاد للجوساسة. الدور نتاعو واضح. La sécurité intérieure n'existait pas.
سي ان سونتر كي ابارتني لا ديريكسيون دو كونتر اسبيوناج اللي كان حكمها اسماعيل راتاشي او دي ار اس. الجزائر الثوريه اللي ماتوا مليون ونص ما عندهاش حق تسمح لنفسها انها تكون عندها مراكز تعذيب خاصه للشعب الجزائري، خاصه للشعب الجزائري، لان المخابرات ماهيش سلطه استعماريه، المخابرات اداه في السياسه والسياسه في الاقدام البيضاء. على هذه كاين هنا خلط في المفاهيم، لكن بيان سور مع بوتفليقه مع توفيق كي جاب بوتفليقه اي كومباني وبقرة الاركان البغل هذاك الله يرحم منه عظم، لانه هذاك يعني ان شاء الله وقدر الله يعني ماذا بيا يجبدوه من القبر يحرقوه ويحطوه في الزباله. ما عندوش حق يكون عنده قبر في الجزائر، لا هو لا بوتفليقه لا كاع جماعه التسعينات لا كاع كيما راه. الجزائر خيانه عظمى من 58 وراح. هذا هو اليمين المتطرف الجزائري، لاني افتخر اني اول حزب يميني متطرف في الجزائر، وما نؤمن بحتى ايديولوجيه الا بالوطنيه. نعاود نولي باش نحدد، لانه الناس قالت نعم انا ضد الناس الكل، لانه لما احنا بدينا السياسه وكنا جدد في السياسه قلنا بلي الناس الاخرين صح مناضلين، لكن لقيناهم ادناب قوات اجنبيه. على هذه احنا خدينا منصب التطرف وما نقبلو نتخلطوا مع حتى واحد. درك اللي يؤمن بالجزائر ويؤمن بالشعب الجزائري وبالهوية الجزائرية وبتاريخ الجزائر وباللي الدولة اللي فيها حتى آثار جيولوجية تاع قريب أقدم إنسان في الكرة الأرضية عندها الحق أنه يجي النهار وين تمارس دورها حقيقة في العالم هذا كقوة حقيقية سياسية اقتصادية عسكرية وحتى ايديولوجية، حتى من الدين الإسلامي الحنيف. الحزب نتاعنا يندد أن الإسلام ليس حكرا على بطارق الصحراء والله على مذهب معين. نحن مسلمين ربما أكثر من سكان شبه الجزيرة البطريقية. وأعيد وأكرر، أنا لست على منهج ولا مذهب ولا أي ديانة سياسية معينة تاع الناس هادو. أنا يمين متطرف، أنا وجبة القوى الحية يمين متطرف، نحن يمين متطرف.